ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم ميس اسماء عصام من مدرسه مصر 2000 ام اس اي الحديثه، وهنكمل النهارده مراجعه الحروف الصحيحه والمشبوكه لمرحله ثانيه حضانه. احلى طلاب وطالبات مرحله ثانيه حضانه، المره اللي فاتت وقفنا عند حرف الخاء، جيم حاء خاء. النهارده هنكمل مع حرف الدال. لما نبص لحرف الدال هلاقيه جايب لي ليه شكل واحد بس. ليه؟ عشان حرف الدال زي ما قلنا نفتكر من حروف البالونه الشقيه اللي بتاتي دائما، وهي ايه؟ وهي صحيحه في بدايه الكلمه. نفتكر مع بعض حروف البالونه الشقيه: الالف، دال، ذال، راء، زي، واو. يبقى حرف الدال من الحروف دي. فالحرف ده دائما بيأتي في أول الكلمة، وهو إيه؟ وهو صحيح. هلاقي عندي في كتاب أنا أقرأ صفحة كاتب لي فيها حرف الدال كده شرطة مايلة، وبعدين أمشي شوية على السطر، ولازم اللي فوق تبقى قد اللي تحت، محدش يطول لي اللي تحت دي خالص، لا، شرطة مايلة وبعدين أمشي شوية حبة قدها على السطر. الصفحة التانية هلاقي عامل إيد الحرف اللي قبلها، إيد الحرف اللي قبلها، وبعدين كتب حرف الدال. إن حرف الدال لما بيأتي في منتصف أو آخر الكلمة اللي بيمسك فيه دي مش إيده، ده إيد الحرف اللي قبله، إيد الحرف اللي قبله، وأكتب حرف الدال. ده شكل حرف الدال في بداية الكلمة، وده شكل حرف الدال في منتصف ونهاية الكلمة. نشوف حرف الدال معانا. شكله هنا ايه؟ دال صحيحة. دال 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 صحيحة، بتأتي دائما بشكلها الصحيح. نشوف شكل حرف الدال في أول ومنتصف ونهاية الكلمة. هنا في كلمة دلو حرف الدال ما قدرش يفرد إيده يمسك في اللام. ليه؟ لأنه ما عندوش إيد أصلا، لأنه من الحروف اللي بتأتي دائما في أول الكلمة صحيحة، أهي دلو. طب في كلمة مدرسة حرف الميم مد إيده ومسك في حرف الدال. ما ننطق يا حبايبي، ما د ر ر حرف الراء. هل الدال قدر يلزق؟ الدال قدر يلزق في الراء؟ لا، ما قدرش يلزق فيها. ليه؟ لأن الدال بيأتي صحيح. أمال ليه ماسك من قبله؟ ده إيد الحرف اللي قبله، مدرسة. في كلمة سد جالي في آخر الكلمة، السين فردت إيديها على السطر، مسكت في حرف الدال. نشوف حرف الدال مع الحركات الثلاث اللي هي إيه؟ فتحة، كسرة، ضمة. فتحة، كسرة، ضمة، دي الحركات الثلاث اللي أنا أقدر أبدأ بيها الكلمة. حتى هيقول لي إحنا خدنا السكون، السكون حركة من حركات التشكيل ما أقدرش أبدأ بيه الكلمة، لازم يبقى قبل منه حرف عليه فتحة أو كسرة أو ضمة، لأن السكون ضعيف بيسند على الحرف اللي جاي قبله. دال لو حطيت عليها فتحة اسمها دال فتحة، صوتها دال دال دال، مش ض، لا، حرف الدال رقيق، دال دا دا دراجة، دا دراجة، دال فتحة، ر ر راء سنة وأزحلقها، والدال ما مسكتش في الراء لأنها بتأتي صحيحة. دراء ألف، والراء ما مسكتش في الألف لأنها برضو من حروف البالونة الصحيحة. دراجة ج ج، والجيم ما قدرتش إنها تمشي، الألف ما قدرتش إنها تمشي تمسك في الجيم لأنها من الحروف الصحيحة. جه، الجيم مدت إيديها مسكت في التاء المربوطة. دا دلو، دا ما قلتش دلو، لا، دا دا دلو، دا دراجة. أفكر وأشوف كلمات إيه تانية صوتها دا دا، أيوة زي دا دجاجة. حرف الدال مع الكسرة اللي بتبقى موجودة تحت الحرف بتخليني مش أفتح فمي وأنا بنطقه ما بقولش دا، لا، بكسر الفم بتاعي. دي دي دي، اعرف صوت دي ده صوت الدال كسره، دال كسره ده اسمها، صوتها دي دي، زي كلمه ديك. حرف الدال في بدايه الكلمه جه صحيح لانه من حروف البالونه الشقيه الصحيحه، تحتي كسره. ي ي ي ي حرف الياء المشبوك، دي ك ك حرف الكاف جه في اخر الكلمه وجه صحيح لان كل الحروف في اخر الكلمه بتاتي صحيحه. ليه؟ لانها اخر حرف في الكلمه، مفيش حرف هيمد ايده عشان يمسك فيه، خلاص هو اخر حرف فبياتي صحيح.
دي درع، دي درع. دال كسرة صوتها دي وانطق الكلمة دي ر ر، يبقى حرف الراء والدال ما مسكتش في الراء، حروف البالونة الشقية. درع حرف العين والراء ما مسكتش في العين، والعين جت صحيحة لأنها في آخر الكلمة. شفت كده الفتحة دا دراجة، دا دلو. الكسرة دي ديك، دي درع. الضمة دو، دو حرف الدال مع الضمة اللي تشبه الواو الصغيرة في إيه صوتها دو، دو زي كلمة إيه دو درج، دو دب. كلمة سهلة جدا من حرفين، دال عليها ضمة يبقى صوتها إيه دو، دو. وصوت الباء ب، يبقى الكلمة دب، والدال ما قدرتش إنها تمسك في الباء لأنها طبعا حرف بيأتي في أول الكلمة صحيح. درج دال ضمة دو. ر ر حرف الراء، الدال ما مسكتش في الراء، دال ضمه وبعدين الراء. درج ج حرف الجيم، جي صحيح في اخر الكلمه والراء مش ماسكه فيه لانها برضو من حروف البالونه الشقيه. نشوف كلمه يد، يد. لو وقفت على الدال يبقى الدال عليها سكون، يد يد. الياء فتحه والدال، الايد اللي قبل الدال دي ايه؟ ايد الياء اللي قبلها. وفي كلمه سد، سد. وقفت على الدال نعتبر ان انا سكنتها السد، يبقى ايه الايد اللي قبلها دي؟ دي ايد حرف السين. ما ننساش نكتب حرف الدال بشكل جميل، ما نطولش جزء عن جزء. طيب ده حرف الدال. اخوه على طول حرف ايه؟ ذال. ما بقولش ز، لا، حرف الذال لازم جزء من لساني يلمس اسناني. ذال ذال ذال، جربوها كتير عشان تبقى كويسه. ذال ذال. حرف الذال تاني شرطة ميلة على السطر وامشي شوية قدها على السطر، شرطة ميلة على السطر وامشي شوية على السطر. ها شرطة ميلة كده من فوق السطر وانزل وبعدين امشي شرطة تانية على السطر. طيب ده حرف الدال، عشان يبقى حرف الدال احطه فوق ايه؟ نقطة. محدش يحط لي النقطة هنا حبايبي، ده كده مكانها غلط. النقطة هنا فوق الحرف ده مكانها. تاني ايدي فوق السطر، اعمل شرطة مايلة كده تنزل تقف على السطر وبعدين امشي على السطر شوية واحط النقطة من فوق. ده هلاقيه في كتاب انا اقرأ، الصفحة اللي قدامها هلاقي شكل تاني لحرف الدال. طيب حضرتك قلتي انها صحيحة، ايوة صحيحة، بس الشكل التاني ده لحرف الدال في منتصف واخر الكلمة. ايد الحرف اللي قبلها، نقول كده ايد الحرف اللي قبلها واكتب حرف الدال، ملخبطش نفسي، ايد الحرف اللي قبلها واكتب حرف الدال وحط النقطة. محدش يمشي كده يا ولاد وبعدين يروح طالع وقاعد وقاعد كده، ده مش شكل حرف الدال خالص، ده كده غلط. سهل جدا، بعمل ايد الحرف اللي قبلها واشيل ايدي وبعدين ابدا من فوق تاني اهو، شرطه المايله والشرطه الماشيه اللي على السطر واحط عليها النقطه. سهله ولا صعبه؟ سهله. ايد الحرف اللي قبلها اهي وبعدين اشيل ايدي خالص، شرطه مايله على السطر وبعدين شرطه ماشيه على السطر واحط عليها النقطه. طبعا ما حدش يعملها بالشكل ده كده، غلط غلط يا حبايبي، ما لهاش سنه من هنا. حرف الدال والذال حروف ناعمه في كتابتها. طيب حرف الذال نشوفه مع بعض. ذال عليه نقطه، ذال 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 ذال، انطقه صح، ممتازين. حرف الذال في اول ومنتصف واخر الكلمه. في كلمه ذبابه، ذو ذبابة، الذال ما قدرتش تمسك في الباء اللي بعدها. ذبابة، مين يقولي الحرف اللي في النص ده ايه؟ حرف الألف، حرف الألف المد اللي مش عليه همزة توقفه، بمد قوي فيه. ذبابة، ما قلتش ذبابة، لا، حرف الألف المد بيبقى الحرف اللي قبليه عليه فتحة وهو ممدود قوي. ذبابة، باء وتاء مربوطة. في كلمة جذر، قلنا جذر النبات اللي بيمتص المياه والمعادن من التربة ويديها للأوراق. جيم كسرة احنا خدناها، فرد ايديها على السطر، جذر، ما قلتش جذر، لا، لازم جزء من لساني يخبط في أسناني. جذر جذر. حرف الذال اهو في منتصف الكلمة، ملوش ايد يمدها يمسك في حرف الراء. في كلمة تلميذ، يعني طالب صغير في مدرسة، تاء مشبوكة
ل، ايوه لام طبعا لانها ماشيه. م، ميم، ي، 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 ياء، تلميذ، حرف الذال جاء في نهايه الكلمه اهو بشكله الصحيح. طيب نشوف حرف الذال مع الحركات الثلاث اللي هم ايه يا حبايبي؟ فتحه، كسره، ضمه، الحركات اللي اقدر ان انا ابدا بيها الكلمه. ذال لو حطيت عليها فتحه اسمها، اسمها ذال فتحه، صوتها ذا ذا ذا. عشان اما اقول لك ايه الحرف ده اما اسال اسمه، اسمه ذا الفتحه، صوته، صوته في الكلمه ذا ذا. اسالك ذا الفتحه صوتها ايه؟ تقول لي ذا. زي كلمه ذهب، ذا فتحه ما قدرتش تمسك في الهاء اللي بعدها، الهاء فردت ايديها مسكت في الباء والباء جت صحيحه عشان هي جايه في اخر الكلمه. ذهب معدن الذهب اللي بنصنع منه الحلي والمجوهرات. ذيل، ذيل الجزء اللي موجود عند الحيوانات، ذيل وبيختلف شكله من حيوان للتاني. ذا يعني ذا الفتحة ما قدرتش تمد ايديها تمسك في اللي بعدها. ذا ي، ي حرف الياء، ل اللام صحيحة ليه؟ عشان في اخر الكلمة. حرف الذال مع الكسرة صوته ذي، ذي مش ذا، ذا ده فتحة تحتي الشرطة الصغيرة اسمها كسرة اسمه ايه؟ ذي، ذي. زي كلمة ذراع، زي كلمة ذراع الجزء ده كله يا حبايبي اسمه ذراع، انما دي لوحدها اللي فيها الاصابع الصغيرة دي اسمها يد، كل الجزء ده لحد الكتف اسمه ذراع ذراع ذراع. ذا الكسرة صوتها ذي، انطق الصوت ذي، ر ر را، برضو جي الف مد، راء فتحة والالف خلتنا مدها قوي، را ذراع. كل الحروف صحيحة ليه؟ لأن الدال ما يقدرش يمسك في الراء لأنه حرف من حروف البالونة الصحيحة، والراء ما يقدرش يمسك في الألف لأن الراء من حروف البالونة اللي بتأتي دائما صحيح، والألف ما تقدرش تمسك في العين لأن العين، لأن الألف من حروف البالونة اللي بتأتي دائما صحيح، والعين جت صحيحة في آخر الكلمة لأنها آخر حرف في الكلمة. ذي ذراع، ذو ذبابة، ذو ذرع، ذو ذبابة، ذال ضمة، ب ب باء، باء فتحة ومدتها قوي ذوبا، يبقى الألف المد اللي مش عليها همزة توقفها، ذوبا ب باء وتاء مربوطة. طيب نشوف بقى الحركة الرابعة اللي هي حركة السكون اللي عبارة عن دائرة صغيرة. ليه ما بدأناش بالسكون؟ السكون ما بنبدأش بيه كلمة، السكون حركة ضعيفة بتحتاج دايما حرف قبلها عليه حركة فتحة كسرة ضمة عشان أعرف أنطقها. ففي كلمة جذر بدأت بالجيم الكسرة جي، وبعدين ذا السكون وقفت عليها جذ جذر جذ جذ، وبعدين ر، ما قلتش جاذرة ولا جاذيري، لا جذر وقفت كده عليها. السكون لازم بتأتي دايما على حرف بتبقى بيبقى في منتصف الكلمة أو في آخرها، جذر. يبقى كده خدنا الدال والذال وعرفنا إن الحروف دي بتأتي دائما في أول الكلمة صحيحة مع الألف، دال، ذال، راء، زاي، واو. الشرطة اللي قبلها دي بتاعت إيه؟ إيد الحرف اللي قبلها. الايد اللي قبلها دي اللي في الكتاب، شرط على السطر واكتب حرف الدال، شرط على السطر واكتب حرف الدال، ده ايد الحرف اللي قبلها. كده نبقى خلصنا الدال والذال. شكرا ليكوا قوي يا حبايبي، باي باي.